السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة تغطياتنا المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة، حيث نناقش فيها اليوم واصلت الاحتلال هجماته المحدودة على أطراف غزة بعد إلغائه خيار الاجتياح البري الكامل، كما سنناقش تصعيد الاحتلال من تهديداته بقصف المستشفيات والمراكز الصحية رغم أن ذلك يعد جريمة حرب. سيكون معنا في هذه التغطية المستمرة عبر سكايب من بيت لحم المحلل العسكري الأستاذ يوسف شرقاوي، وينضم أيضا إلينا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي، وستنضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية أسماء هريش، وعبر الهاتف أيضا سيكون معنا من غزة عضو الفريق الطبي في المستشفى الإندونيسي محمد باسم. أهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. لعلي أبتدأ معك يعني أستاذ يوسف، ما هي قراءتك بداية للأحداث الجارية في اليوم 24 من هذا العدوان على قطاع غزة؟ أنا بقول إنه هذه المحاولات الاختراق المحدودة سبق وأن الاحتلال يعني قام فيها بالاجتياحات السابقة لقطاع غزة في 2009 و2014. بعتقد هذه مناطق مفتوحة لا تؤثر مطلقا، يعني لا تعتبر يعني لا يعتبر تقدم، لأنه هذه مناطق مفتوحة خالية من السكان، لكن يعني هو يحاول إنه يعني يبعث رسالة لجبهته الداخلية إنه أنا يعني بقوم بعملية برية في قطاع غزة. هلأ يعني الخيار قيام بعملية برية في قطاع غزة واسعة احتمال يعني كبير، يعني مش يعني الاحتلال ما تراجع عن خطته، لا إذا قدر إذا طلع بيده يعني بقدر يسوي يعني بيعلن عن خرق كبير لقطاع غزة. لكن هو حاليا بيعلن، لانه اذا بني بالفشل في المستقبل عشان يكون اهدافه يعني يقول اهدافي يعني متواضعه كانت وما قدرت عليها، لكن لا هو جس نبض. واعتقد يعني انا برجح يعني انه هناك في مخبي عمليه مثل الاكورديون الضغط باتجاهين، او يعني حتى خلال يعني اذا نجح واحتل موطئ قدم في غزة يعني واصطدم بمقاتلين بده يحاول يعني يعيد إنتاج قناة يعني طناجر الضغط، يعني يأمر المجموعة بالاستسلام أو أنه يقوم بقتلها. لا هو يعني حاطط في تقدير الموقف تاعه أنه يعني يقوم بعملية برية إذا قدر يتسلل الى احدى خواصر غزه الرخوه. بالمناسبه كانت هذه كلها عمليه يعني خواصر رخوه بالنسبه لدفاعات غزه. طيب ما معنى ان يتقدم في هذه الخواصر الرخوه كما ذكرت استاذ يوسف، وتنجح المقاومه الفلسطينيه في تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو؟ يعني شوفوا استخدم او اختار الشيء الاسهل له، لانه هذا بنمكن كذلك على انه يعني في هناك يعني في هناك روح معنويه منخفضه، لذلك هو اختار يعني الخواصر السهله. كمان ما بدنا كمان يعني انه احنا يكون هذه مسلمات لدينا، لا ممكن هو في في يعني في خطته يعني أكبر مما نحن نعتقد. أيضا بالنسبة للإمدادات الأمريكية وهذه الاستشارات الأمريكية، ما تأثيرها على أرض المعركة؟ يعني أمريكا بتقود معركة في غزة، يعني لازم هذا بس يعني مفروض يعني يعني السياسيين العرب والسلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير تكون جهارا، يعني تخلع من ايديها يعني قفازات الخجل وتقول امريكا هي من تقوم بعمليه مباشره في قطاع غزه. لأن كفى امريكا مش يعني حاليا
العدد الضحايا يناهز 8000، طيب نصهم من الأطفال. يعني هذه مش عمليات عسكرية، هذه انتقام، هذا انتقام. فأنا بقول يعني حال للجميع أنه يحتكم إلى لغة العقل، ويعني وقف الحرب فورا. طيب، والبدء بعملية تبادل أسرى، والبدء بكذلك يعني بمسار سياسي حقيقي حتى الشعب الفلسطيني يتمكن من تقرير مصيره بدولته المستقله. نعم، والا بدنا نرجع لنفس الدوامه، بدنا نظل نلف يعني احنا واسرائيل في حلقه مفرغه. طيب استاذ مفرغة. نعم، وصلت الفكره. استاذ محمود، يعني بصفتك عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كيف تقرا مجريات هذه المعركه على ارض الواقع سياسيا؟ يعني ما هي تاثير هذه المجريات على تقدم لربما المفاوضات بالنسبة لملف الأسرى وباقي الملفات؟ ما هو تأثير ما يجري على الأرض على الملفات السياسية؟ بداية نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل لآلاف الجرحى، 20,000 جريح، ونقول لأهل غزة صبر جميل والفرج قريب إن شاء الله. يعني حقيقة يعني الآن الوضع، يعني أي محلل سياسي أو عسكري ينظر أن الآن أن هذه الدولة العنصرية أصبحت في ورطة. وشاهدنا المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه نتنياهو ووزير الدفاع وبني جينتس وزير الدفاع السابق أو الأسبق. يعني من شاهد هذا المؤتمر الصحفي شاهد الوجوم، شاهد الإحباط لدى قادة هذا الكيان الصهيوني الذين تعرضوا لهجوم مباغت لم يتخيلوا في يوم من الأيام. المقاومة الفلسطينية دخلت الأرض الفلسطينية وحررت أكثر من 600 كيلو متر مربع في ظرف ساعات قليلة. احتجزت الكثير من الأسرى، يعني ساقت الأسرى مئات الأسرى إضافة لقتل الجيش الصهيوني. أمام هذا المشهد هذه الحكومة ومعها حقيقة الولايات المتحدة، لأنه لا أصبح الآن ليس خافيا على أحد أن المارينز، قوة المارينز هي التي تقود المعركة وتخطط لك سواء برا أو جوا أو بحرا. نعم، يعني لربما هذا الأمر تجاوز الدعم للمشاركة. نعم الآن كل يعني أنا يعني لا أبالغ أن أقول أن من يقود المعركة هو الحلف الأطلسي. تماما كما حصل في احتلال العراق، نفس الشياطين الذين التفوا حول العراق و ذبحوا هذا البلد واحتلوه وصادروا أراضيه وماله وجلبوا شياطين مثلهم إلى العراق، الآن يريدون أن يكرروا الكرة. لكن هذا الوضع الآن هو يختلف، لأن هناك كثير من المعارضين لهذا الهجوم وهذه المعركة، معركة الإبادة. فلذلك حكومة الاحتلال واضح أن نتنياهو نزل عن الشجرة. يعني لاحظنا بداية يوم 7 أكتوبر، يوم الانتصار والعبور الفلسطيني العظيم، شاهدنا أن قادة هذا الاحتلال يهددون ويزمجرون، سنقتلع ونقتل ونحرق والآن نتنياهو مع حكومته وبنصائح حقيقة وبنصائح من الذين يساندوه في الحلف الأطلسي أن فاوض المقاومة الفلسطينية، لديك أسرى. طيب، في هذا الملف بالضبط أستاذ محمود، قبل قليل كتائب القسام بثت تسجيلا مصورا لأسيرات إسرائيليات، ما تأثير ذلك على يعني الداخل الإسرائيلي وموقف حكومة نتنياهو بشكل عام برأيك؟ شاهدنا قبل قليل التسجيل لأسيرات صهيونيات مستوطنات وهن يصرخن في وجه حكومة الاحتلال، يصرخن في نتنياهو، لأنه أصبح
المستوطنون الأسرى الصهاينة عندما يقعون في أسر المقاومة الفلسطينية سواء كان في لبنان أو في قطاع غزة، دائما الجيش الاحتلال يريد أن يخلص من هذا الألم بالنسبة لهم وهو الأسرى الجيش الاحتلال. وبالتالي صرخت هذه الصهيونية المستوطنة وهي تقول تريد أن تقتلنا، تريد أن توجه جيشك لقتل الأسرى. انظر هذا المشهد ومشهد المقاومة حقيقة، المقاومة الفلسطينية كيف عاملت الأسرى الصهاينة المعاملة الإنسانية الإسلامية العربية، وخرجت المستوطنة تقول لصالح المقاومة، وفوجئ حقيقة الكابينات وجيش الاحتلال ومن معهم من رجعية عربية وإسلامية وعالمية، كل من يساندهم شاهدوا هذا المشهد العظيم. يعني لربما هذه الشهادات لم ترق للداخل نعم هذه الشهادات التي أتت لصالح المقاومة على لسان إحدى الأسيرات لربما لم ترق للداخل الإسرائيلي. بالعودة إليك أستاذ يوسف، بشكل عام عسكريا كيف ترى يعني إدارة المقاومة الفلسطينية لمجريات المعارك والقيادة والتنظيم من قبلها في اليوم 24 من هذا العدوان؟ شوف المقاومة في غزة يعني أو يعني كل غزة حاليا مقاومة، يعني لما قالوا بدنا نجتث حركة حماس، يعني الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة قال كلنا حركة حماس. أنا بعتقد أنه يعني في إدارة جيدة لإدارة النار وإدارة المعركة وإدارة الحياة كذلك في غزة، جيد جدا يعني وهذا الشيء يعني إذا ندل على شيء بدل أنه أعصاب المقاومة هادئة وأعصاب المقاومة قوية والمعنويات مرتفعة. وبعتقد أنه في الأيام القادمة إن حاول الاحتلال يعني يتقرب من المناطق السكنية، بعتقد راح يعني يقتنع أنه هذا الشعب يعني عصي على الكسر، عصي على الهزيمة. طيب هذا التسجيل المصور الذي بث قبل قليل من قبل كتائب القسام، ما تأثيره عسكريا على قدرة قوات الاحتلال على المضي قدما في عمليات التوغل البري، وإلى أي مدى لربما يحرج القيادة العسكرية في هذا المشروع، مشروع التقدم؟ تقصد أنت الأسيرات؟ نعم التسجيل الذي بث الأسيرات. نعم حاليا لازم العرب يشاركوا غزة حتى في إدارة المفاوضات. عفوا تقطع الصوت لو تعيد. نعم تقطع الصوت قليلا لو تعيد علينا الفكرة. حاليا لازم يشاركوا الفلسطينيين في إدارة ملف الأسرى، وأنا بقول إنه الدولة العربية الوحيدة الأقوى في المنطقة هي مصر. يجب على مصر حاليا أن تشارك الفلسطينيين في هذا الهم وفي هذا يعني في حوالك الأيام هذه، ويجب أن تفاوض هي بتفويض طبعا من المقاومة في غزة لإنهاء ملف الأسرى، وبعتقد حتى لإنهاء ملف الحرب وفرض وقف إطلاق نار وإنهاء حرب. مصر قادرة على إن أرادت. طيب ما هي بهذه النقطة تحديدا، ما هي أوراق القوة التي تمتلكها مصر للدخول في هذه المفاوضات؟ مصر دولة إقليمية قوية، مصر أقوى من إسرائيل، مصر عندها جيش أقوى من الجيش الإسرائيلي، مصر عندها 110 ملايين في المنطقة، عندها سوبر باور سكاني. مصر لها ثقة لها الإقليمي الذي لربما يمكنها من الدخول بمثل هذه المفاوضات. يعني الفلسطينيين يعني بنبهوا مصر أنه ترجع تقود المنطقة العربية، تأخذ دورها الإقليمي. يعني من العار أنه مصر تكون ملهاش دور في المنطقة، من العار أنه إسرائيل يكون لها قوة في المنطقة، وتركيا يكون لها قوة، وإيران يكون لها قوة، وإسرائيل لها قوة، ومصر تكون مجردة من قوتها. لا، العرب يعني بتوقين أنه مصر ترجع، لأنه يعني لا حرب بدون مصر السلام حتى أصبح، لأنه سوريا حطم الأقطار العربية. يعني ما ظل إلا مصر. مصر عليها أن تأخذ اللحظة وتأخذ دورها بقيادة المنطقة العربية. نعم، إذن اسمحوا لي ضيوفنا أن نخرج إلى
فاصل ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في سياق تغطيتنا المستمرة لما يجري في قطاع غزة من عدوان صهيوني عليه في أو بعد عملية طوفان الأقصى. أجدد الترحيب بضيوفنا من عبر سكايب أو وأيضا عبر الهاتف. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. أهلا بك آنسة أسماء. أهلا فيك أخي الكريم. أهلا بك دكتورة أسماء صحيح؟ أستاذة أسماء. نعم أستاذة أسماء، يعني لو تجملي لنا الأوضاع في الضفة من الاعتقالات وأوضاع الضفة بشكل عام. يعني في البداية نتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية لمدينة جنين ومحيط مخيمها بأكثر من 100 مركبة عسكرية وجرافتين عسكريتين. هذا الاقتحام تخلل اندلاع اشتباك مستمر لأكثر من 6 ساعات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين الذين تصدوا لهذا الاقتحام، وأدى ذلك إلى إصابة 9 أفراد وارتقاء 4 شهداء شيعوا ظهر اليوم في مدينة جنين إلى مثواهم الأخير. الشهداء الأربعة هم نتحدث عن وئام حنون أحد قادة كتيبة جنين ومن مؤسسيها الأوائل مع رفيقه الشهيد جميل العموري، بالإضافة إلى الشهيد نورة البعجاوي وأمير الشربجي وموسى جبرين. أيضا ما يميز أيضا هذا الاقتحام اللي يمكن أقل ما يمكن وصفه أنه صورة مصغرة عن ما يحدث في قطاع غزة لما ألحقوا من أضرار ودمار، حيث يعني كان هناك استهداف مباشر للمستشفيات، قامت قوات الاحتلال باستخدام جرافاتها بتدمير جزء من جدران مستشفى جنين الحكومي، بالإضافة إلى كان هناك استهداف مباشر لمركبات الإسعاف لعرقلة وصولهم للمصابين خلال المواجهات اللي اندلعت أثناء الاقتحام. أيضا بالإضافة إلى كان هناك قطع للتيار الكهربائي عن أحياء واسعة في المدينة وتشويش على شبكة الإنترنت في محيط المخيم، بالإضافة إلى هناك كان تجريف يعني بشكل مباشر، يعني خاصة هذه العملية كانت تحمل طابع فقط التدمير والتخريب للبنى التحتية والمحلات التجارية، حيث كان هناك استهداف وتجريف أحد الشوارع الرئيسية في مدينة جنين اللي يربطها بالمخيم، بالإضافة إلى تفجير سيارات للمواطنين وأيضا تفجير محلات تجارية. اللي فوق هذه المحلات هناك كان عمارات سكانية تم إخلاءها بعد اندلاع حريق استمر لفترة زمنية، وبعدها قامت قوات الدفاع المدني بإخماد هذا الحريق. طيب كيف كان رد الأهالي على كل هذه الاعتداءات أستاذة أسماء؟ طبعا رد الاهالي هو انه يعني مهما كان هناك من تدمير، خاصه نتحدث عن هناك ايضا خلال الاجتياحات كان تدمير لمدخل مخيم جنين وهو يعني يعتبر رمز للمخيم، وايضا تدمير ما يعرف بدوار الحصان اللي أيضا قامت جرافات الاحتلال بتدميره، وأيضا حتى بقايا المجسم هذا اللي يحمل رمز وبعد وطني تم إنشاؤه بعام 2002. يعني رغم كل هذا التدمير اللي خلفه إلا أنه مخيم جنين وأهالي مخيم جنين وبشكل عام أهالي الضفة الغربية يعني لم يستسلموا لهذه الأساليب من التنكيل. كان هناك في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مسيرات دعوا إليها يعني الحراك الشبابي والمواطنين للخروج تنديدا لاقتحام مخيم جنين في تلك الأثناء، وأيضا
بعد تشييع جثمان الشهداء ايضا كان هناك اطلاق عفوا دعوات للتوجه لنقاط التماس، بالاضافه الى هناك ايضا بعد ظهر اليوم ايضا كان هناك ارتقاء لشهيدين منهم شهيد في مدينه يطا جنوب الخليل، وايضا شهيد من بلده وقريه راس كركر غرب مدينه رام الله. ويعني لابد من التنويه انه منذ بدايه عام 2023 ترتفع حصيله شهداء الضفه الغربيه الى اكثر من 331 شهيد، من بينهم 123 شهيد فقط منذ بدايه السابع من اكتوبر. وايضا خلال الاقتحام يعني تخللوا اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقه في الضفه الغربيه وشن حملات اعتقالات مستمره. هذه الحملات منذ ايضا السابع من اكتوبر بدأت في مدن وقرى مختلف الضفة الغربية اللي بتستهدف قيادات وأفراد من حركة حماس تحديدا، وأيضا تستهدف النشطاء والصحفيين وكل من يقوم بدعم أو نشر ما يعني يدعم أهل غزة ويناصر المقاومين. نعم أستاذ محمود، يعني استمعت معنا للأستاذة أسماء وما يجري في الضفة الغربية، يعني باعتقادك ما هدف هذه التصرفات وهذا العدوان المستمر؟ ما الذي يخشاه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أستاذ محمود؟ يعني الاحتلال الصهيوني بحكومته العنصرية الفاشية منذ استلمت مقاليد الحكم في منذ حوالي 10 أشهر، وهي تضع خطط وممنهجة لاقتلاع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. شهدنا الاقتحامات اليومية، لكن في هذه الأثناء منذ السابع من أكتوبر الحكومة الصهيونية تريد تحييد الضفة الغربية، تريد أن تربط هذه الضفة بقواها بمقاومتها بجماهيرها، ولكن حقيقة لم تستطع رغم كل ما يدور من حرب إبادة في قطاع غزة، إلا أن هناك هجمات تكاد تكون يومية على القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية. لا يخلو يوما من اقتحام بعشرات، يعني يوميا هناك ليلا طبعا ونهارا هناك أكثر من 80 اقتحام، يعني 80 اقتحام ل80 موقع. يعني جيش الاحتلال منتشر في الضفة الغربية بقواعده ومعسكراته، يعني لو نحكي عن نابلس، نحكي عن رام الله، نحكي عن طول كرم، عن طيب هل من مصلحة الاحتلال فتح جبهة جديدة بهذه الاستفزازات للأهالي في الضفة الغربية؟ هي ليست من مصلحته، ولكن يريد أن يقضي على المقاومة في ظل قانون دولي مجمد، في ظل الدول التي ترعى القانون الإنساني مجمدة أيضا، تنظر بعين واحدة. تريد أن تقضي هذه الحكومة على كل من يريد أن يقاوم، وشاهدنا الاعتقالات اليومية يعني في خلال يعني من السابع من أكتوبر إلى الآن أكثر من 1800 معتقل، اعتقل من كافة الفصائل الفلسطينية. تريد أن تحيد رغم أنها تهاجم المدن الفلسطينية وتنتهج هذا النهج التدميري كما حصل في مدينة الموصل، الآن تكرره في المدن الفلسطينية وخاصة في حربها، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولذلك هذه الحكومة العنصرية تريد أن تقتل المقاومين. يعني ما حدث في مخيم جنين اليوم وقبله في مخيم نور شمس، كانت الآليات والجرافات العسكرية دائما ترافق جيش الاحتلال لتدمير البنية التحتية، وكأن هذا نهج من المارنز، يعني هذا نهج أمريكي بحت التي تقوم به الحكومة الصهيونية. تريد أن تدمر البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ولكن هيهات أن تبلغ مبتغاها، فما زالت المقاومة الفلسطينية في كل المدن، في كل المخيمات، في كل الضفة الغربية. صباح اليوم يعني أحد الشباب
الفلسطيني الثائر طعن المستوطنين في مدينة القدس، ما زالت القدس تقاتل، ما زالت تدافع عن هذه المقدسات. أيضا في كل القرى الفلسطينية هناك ما زالت المقاومة مستمرة، وهناك رغم أن هذا الاحتلال قام بتسليح المستوطنين، يعني شاهدنا بن غفير سلح وقدم أكثر من 20 ألف بندقية للمستوطنين من أجل الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية. نعم أستاذ يوسف، من الناحية العسكرية ما الذي يحاول الاحتلال الصهيوني فعله في الضفة الغربية من خلال هذه الاقتحامات وهذه الاعتداءات التي لا تنتهي؟ الاحتلال بده يمسح من الوعي الفلسطيني صورة 7 أكتوبر. أنا بعتقد يعني هذا من المستحيل، من المستحيلات. العدو اللي يعني الاحتلال الإسرائيلي بده يسجل نصر يقنع فيه نفسه ويقنع فيه جبهته الداخلية، وبالمقابل إنه يعني مثل ما قال رابين السنة في الماضي إنه نحن يجب علينا أن نطبع الهزيمة في وعي الشعب الفلسطيني. بعتقد هذا الكلام صار من خلفنا، لكن هناك بأكد أنا أنه يعني هذا سؤال لازم مصر تسأل إسرائيل، كم ضحية أخرى بحاجة أنتم من الفلسطينيين لكي تعلنوا انتصاركم على الفلسطينيين؟ كم ضحية؟ يعني وصل حاليا يعني ممكن يناهز 10,000. نعم نعم يعني عفوا أستاذ يوسف، يعني فقط نريد أن نفهم أمر، إذا كان الهدف المطلق من قبل نتنياهو وحكومته أنه اجتثاث حماس والقضاء عليها في غزة، فلماذا تقوم قوات الاحتلال عسكريا بهذه الاقتحامات، كان مخيم جنين أو يعني اقتحامات عدة في الضفة الغربية، ما هو الهدف العسكري؟ هلا فيها هم هدفهم يرعبوا يعني يروعوا كل شعب فلسطيني، لكن يعني نحكي بمنطق. هلا يعني حماس هي نفق ولا بنايه ولا عماره؟ حماس مش بندقيه ولا صاروخ، حماس اصبحت فكره مقاومه وعي، يعني في وعي نسبه كبيره من الشعب الفلسطيني. بالعكس الاسرائيليين كل ما يعني يستهدفوا حركه حماس الشعب الفلسطيني بيلتف اكثر على حركه حماس. أنا بعتقد إنه الحرب يعني خلاص يعني انتهى دور المدافع والطائرات. أنا بقول إنه يجب أن تحكم إسرائيل لغة العقل، وهذه يجب أن تجبرها مصر على تحكيم لغة العقل. يجب أن يكون هناك طرف عربي يدافع عن الفلسطينيين ولو دفاع أخلاقي. بهذا السياق كيف تقرأ الموقف العربي مما يجري؟ لا الموقف العربي أقل من هزيل، يعني ما الموقف العربي، شوف العرب. طيب لربما هناك عطل في الاتصال مع الأستاذ يوسف. أستاذ محمود بالعودة إليك، كيف تقرأ هذا التغير لربما بالموقف الدولي ولو كان بشكل يعني طفيف من القضية الفلسطينية؟ يعني ما حققته المقاومة الفلسطينية من مباغتة هذا الغول الذي كنا نقول عنه والعالم يخشى هذا الغول الصهيوني، مئات من المجاهدين الذين آمنوا بربهم وبوطنهم وبأمتهم استطاعوا أن يحرروا هذه المساحة ويجلبوا هذا الأسرى. الآن هذا الاحتلال والمحيط، يعني الاتحاد الأوروبي كما شاهد فزع مرة واحدة، يعني الحلف الأطلسي أوروبا كاملة جاءت وحجت في تل أبيب تريد أن تراضي وترفع من معنويات الصهاينة خوفا أن يهربوا إلى بلادهم، ولكن مع تهديدات الحكومة الاحتلال ومع جلب كل هذه الحاملات والبوارج الحربية تريد كانت بلهجة التدمير والاقتلاع، الآن تغير حقيقة، تغيرت هذه اللهجة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبث رسائل للحكومة الاحتلال، هناك قانون إنساني هناك، طبعا هذا كذب
والقتل اليومي. لو كانت الولايات المتحدة تريد أن تؤمن بالقانون الإنساني لا أمرت يعني هذا الموقف خاصة من قبل الولايات المتحدة، هذا الموقف المتغير من قبل الولايات المتحدة سببه لربما الوعي الداخلي لدى الأمريكيين الحاصل الآن من جديد، أم هي محاولة لإنزال حكومة نتنياهو من على الشجرة التي صعدت إليها؟ نعم، إضافة إلى ما تفضلت فيه، هناك جمهور عربي إسلامي عالمي الآن ثائر في كل الكرة الأرضية. الآن القضية الفلسطينية أصبحت رقم واحد في العالم، رقم واحد في عدالة هذه القضية، في إنسانيتها، في حقوقها بإقامة دولتها وعاصمتها القدس وخروج هذا المحتل وإنهاء هذا الاحتلال. الآن كل هذا العالم، كل هذه الجماهير بدأت الماكينة الإعلامية وأصحاب القرارات ينظروا أننا صراحة إحنا ضعنا، يعني كل اللي بنيناه 75 سنة من الآن ماذا نشاهد؟ نشاهد ثورة عالمية لصالح هذا الشعب العظيم. انظر في نيويورك، نيويورك مئات آلاف اليهود يؤيدون القضية الفلسطينية، المستوطنين الأسرى يقولون ذلك بلسان الجماهير العربية والإسلامية والأوروبية. كل هذه الحكومات الأوروبية بأحزابها الصهيونية أصبحت في حرج. الآن مطلوب الآن أن ينظروا إلى الموضوع الإنساني، يعني الحكومة الاحتلال العنصرية الفاشية فشلت في إدارة معركتها، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي أو الأمني أو العسكري، حتى وجود ممثليها في المؤسسات الدولية فشلوا. شاهدنا كل ما يلقي كلمة مندوب هذا الكيان لا يجد من يسمعه إلا بإعلامهم. هذا انتصار للقضية الفلسطينية، الانتصار الذي حصل بهذا المعركة المباغتة لهذا الكيان العنصري أجبر العالم يقف على رجل واحدة. انظر الاقتصاد الصهيوني، الانتصار لا نقيسه بالتضحيات التي تحصل بكل لحظة، وهم تضحيات وهم أبناؤنا وأهلنا، ولكن انظر ما حصل في هذا الكيان. الكيان الصهيوني انهار اقتصاديا، انهارت معنويات المهاجرين الذين جاءوا وأوهمتهم الصهيونية أنهم سيأتون إلى بلد وواحد الديمقراطية ورغد العيش. الآن الكيان الصهيوني يغلق مطاراته، يغلق المطارات الصهيونية. وهناك مطارات لا تقبل أساسا بدخول الصهاينة مثل ما حدث بداغستان. أتوجه إليك آنسة أسماء بالسؤال عن يعني الموقف الداخلي من هذه التغيرات بالموقف الدولي الحاصل، كيف يقرؤونها الأهالي داخليا في الداخل الفلسطيني؟ يعني فيما يتعلق كيف يقرأها الشعب الفلسطيني داخليا، أولا يعني يعتبر أن هناك موقف جدا جدا خجول في البداية من الحكومة الفلسطينية اللي فقط يعني لا يقتصر موقفها سوى عن الإدانة، وهون يعني يترتب جزء كبير في مسؤوليتها سواء بحق جرائم الاحتلال يعني في غزة أو حتى بحق الأسرى اليوم في سجون الاحتلال تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء منذ 7 أكتوبر. وأهالي الأسرى تحديدا يطالبون السلطة الفلسطينية بأن يكون لها موقف واضح وصريح اليوم بعد ارتقاء أكثر من 10,000 شهيد، واليوم نتحدث عن أكثر من 6,000 أسير في سجون الاحتلال. الشعب الفلسطيني يطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المقاومين الموجودين اليوم في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يطالبون السلطة الفلسطينية بأن تتوقف عن قمع الوقفات اللي تقوم تنديدا للعدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى اللي تخرج نصرة للمقاومة. يعني خلال الأسبوعين الماضيين تم ارتقاء أكثر من شهيدين برصاص الأجهزة الأمنية نتيجة قمع هذه الأجهزة لهذه الوقفات. يعني الدور والمناشدة الكبرى للشارع الفلسطيني هو يطالب في البداية من الداخل قبل أن يتوجه للشارع يعني للحكومات العربية
أيضا الحكومات العربية هي جزء يعني وتتحمل مسؤولية من هذه المجازر، يعني يطالبوها بأن يكون لها موقف على الأقل بإدخال المساعدات على معبر رفح. يعني نتحدث صحيح أن الشعوب تقف اليوم جميعها يعني سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، وإسرائيل منذ البداية هي خاسرة في هذه الحرب كونها أشعلت قضية الشارع الفلسطيني وأوصلت للعالم ما لم يعني من لم يكن يعلم في القضية الفلسطينية منذ 75 عام اليوم أصبح يعرف، وأصبح يعرف من هو صاحب الحق. والشارع الدولي والعربي وأيضا الداخل الفلسطيني يطالب برفع بإيقاف الجرائم الصهيونية وبوقف هذه الجرائم المستمرة على الشعب الفلسطيني من 75 عام، وأصبح يطالب بأن يكون له دولة مستقلة وكيان مستقل مثل باقي الدول. بالإضافة إلى أيضا يعني هاي يعني حسب الشارع الفلسطيني ايضا كان بالنسبه له هو يعني ما في مرحله كشف القناع عن المؤسسات الدوليه والمنظمات الدوليه اللي دائما تقف بجانب الانسان وتقول نحن نعمل ونعمل، لكن يعني نتحدث عن ارتقاء اطفال ونساء في غزه، اعتقال اليوم كان هناك ايضا اعتقال لطفلين من مدينه القدس من قبل قوات الاحتلال، نساء أكثر من 62 امرأة اليوم موجودة في سجون الاحتلال، وأيضا تحديدا هناك 7 حالات اعتقال من الضفة الغربية للنساء. فكل هذه أين المؤسسات والمجتمع الدولي عن هاي الانتهاكات؟ فاليوم الشعب الفلسطيني هو لم يعني يجد سوى نفسه أن يناصر نفسه ويدعم المقاومين، وبهذا يعني الشعب الفلسطيني يؤكد أنه لا بديل ولا خيار ثاني سوى أن يكون هناك مقاومة. وكل ما تمارسه اليوم في الضفة الغربية إسرائيل أو ما تمارسه في يعني القطاع غزة هو ضمن سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني لاحتضانه ويعني لاحتضانه للمقاومة وللمقاومين وتأييده رغم كل ما يحصل به من تنكيل. نعم أستاذ يوسف، بالنسبة للخيارات العسكرية التي باتت مطروحة الآن، ما الذي ترجحه من هذه الخيارات التي باتت أمام القوات الإسرائيلية أن تفعلها؟ شوف يعني ما في خيار واحد، أنا بعتقد مزيد من القتل في صفوف المدنيين وما فيش عنده خيار آخر، ما في مطلقا. إذا دخلت غزة بعتقد راح تكون هناك مجازر جماعية في 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 قطاع غزة. ويعني هناك ما مش حرب جيوش يعني جيشين متقابلين، لا، هناك في شعب يعني في شعب عنده معدات يعني متواضعة، وفي جيش مدعوم من حلف الأطلسي يعني بقود على الأرض من الأقمار الصناعية. لذلك الشعب الفلسطيني مجبر انه يجسر ما بين التكنولوجيا الاسرائيليه والمعدات البسيطه اللي معه فقط بالمعنويات وبالصمود والشجاعه ويثبت انه هو انسان القضيه. يعني بالنسبه لهذه المفاجآت التي حضرتها المقاومه الفلسطينيه لدخول واجتياح القوات الاسرائيليه للقطاع، هل تعتقد انها باتت مصدر ردع لأي تقدم قادم أو حروب قادمة لربما؟ يعني هي مفروض تكون الحرب الأخيرة، بعتقد أنه يعني راح تترسخ بالذهنية الإسرائيلية، ولكل من يدعم إسرائيل يعني لن يمحوها المستقبل من وعي الحرب الأخيرة. بأي معنى أستاذ يوسف؟ ما حصل في يوم 7 أكتوبر كان شيء يعني فوق تصور الإسرائيليين وحتى الفلسطينيين. لذلك إسرائيل من خلال هذا الانتقام تسعى إلى محو هذا المشهد من الذاكرة الفلسطينية، والفلسطينيين يعني الذاكرة هي أحد حوافزهم لاستمرار كفاحهم ونضالهم. لذلك هم بيحاولوا انه يشطبوا هذه او يمسحوا هذه الصوره من الوعي الفلسطيني، فاعتقد لن يستطيعوا. نعم استاذ محمود، كيف يمكن للمقاومه الفلسطينيه
عكس هذا الانتصار والصمود العسكري والمواجهة والمقاومة العسكرية في وجه الاحتلال، كيف يمكن أن تستثمره سياسيا؟ يعني واضح أن المقاومة الفلسطينية بكل شرائح هذه المقاومة بفصائلها بقياداتها الآن حققت الإنجازات. الآن 7 أكتوبر حقق عشرات الإنجازات لصالح القضية الفلسطينية رغم كل هذه التضحيات، وتحرير القدس أيام صلاح الدين الأيوبي بلغت الدماء إلى الركب، حتى أخذنا وحصلنا على مدينة القدس في أيام صلاح الدين الأيوبي، والآن نضحي. مقابل ذلك المقاومة نقول أنها انتصرت. لماذا انتصرت؟ الاقتصاد الصهيوني منهار، الأوروبيين بقادتهم بأحزابهم أصبحوا خجولين أمام جماهيرهم. الجماهير في كل أوروبا تهتف لفلسطين، تهتف للمقاومة وتنتهي وترفض هذا القتل الجماعي للشعب الفلسطيني. يعني رئيس محكمة الجنايات الدولية جاء إلى معبر رفح لم يستطع أن يدخل، ورغم أنه قال كلام يعني وكأنه لصالح الكيان، ولكنه واقعيا هو شاهد جرائم الحرب التي ارتكبتها هذه الحكومة بمعاونة الولايات المتحدة وكثير من الحكومات الأوروبية. لربما عدم استطاعته عدم استطاعته من الدخول وهو بهذا المنصب، لربما هذا الأمر وحده يعني يكفي لإدانة الاحتلال. نعم الاحتلال مدان إن أخلاقيا، يعني ما يحصل في قطاع غزة شيء مقزز لكل هذا العالم. عالم يعني شرير، يعني هذا العالم الذي نعيش فيه شرير. ما شاهدنا من ما حصل في أبو غريب والآن في قطاع غزة، والعالم يتغنى بالقانون الإنساني والديمقراطية، ويحضرني الآن تصريح فلاديمير بوتين عندما وصف قادة أوروبا بأنهم معينون من الولايات المتحدة لا يملكون الإرادة كما تقول لهم أمريكا ينفذون. ولذلك العالم الآن كالعالم الرسمي الآن هو خجول الآن من هذه الجماهير بالملايين التي تخوض الشوارع في كل أنحاء العالم، حتى في عقر دارهم في الولايات المتحدة في مدنهم. الآن كل من كان لا يؤمن بالقضية الفلسطينية أصبح يؤمن بالقضية الفلسطينية، وأصبح لديه الجرأة أن يقول أن هذا شعب مظلوم، أن هذا شعب تم ترحيله وتهجيره قسريا من أرضه منذ 75 عام. آن الأوان لهذا الشعب أن يحصل على حقوقه. الآن هذا الاحتلال الصهيوني خرج كل شيء من يده، لا يعني يتخبط هذا الاحتلال. شاهدنا كل مؤتمراتهم الصحفية وكأنهم لا ليس لديهم ما يقولوه، يعني هذا يعني نشاهد يعني لم يسبق أن عقدوا مؤتمرات صحفية عسكرية. لكن هذه الهزيمة التي حلت بجيشهم جعلت هذه المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية تريد أن ترفع من معنويات هذه الناس الذين جلبوهم بالقوة من أنحاء العالم المهجرين. الآن شاهدت الولايات المتحدة وبايدن يطالب بإطلاق سراح 18 أمريكي. الألمان عندهم جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية الألمانية والفرنسيين. إذن أنتم تعلموا أن هذه دولة عنصرية، كل أفرادها هم جاءوا من عندكم، فخذوهم يا أخي. الآن الشعب الفلسطيني يريد أن يحصل على حقوقه بالقوة، وشاهدت أن هذا الشعب لا يستكين ولن يرفع راية بيضاء رغم كل ما يحصل الآن من جرائم وإبادة جماعية من قبل هذا الاحتلال. والعالم الصامت يشارك بهذه المجازر، أكثر من 900 مجزرة حصلت في قطاع غزة، والعالم لا يستطيع أن يدخل شاحنة أدوية إلى قطاع غزة. نعم. هذا عالم كافر، هذا عالم مجرم. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من نابلس، عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود
الصيفي. أشكرك جزيل الشكر كما أشكر ضيفي عبر سكايب من بيت لحم المحلل العسكري يوسف الشرقاوي، وأيضا أشكر ضيفتنا التي انضمت إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية أسماء هريش، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.